على إيقاع، نعيش على إيقاع مهرجان وطني لموسيقى الشباب. حدث مميز بالجهة الشرقية، تميز ببصمة التميز في إطار الديناميات التي عرفها قطاع الشباب، وفي إطار المهرجانات الشبابية بمشاركة 12 جهة في ربع الوطن. سبقها إقصائيات إقليمية كان مخاض بطبيعة الحال للوصول إلى هذه المحطة في هذا العرس الشبابي بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية بطبيعة الحال. وما يميز هذا المهرجان هو حضور البعد الإفريقي بمشاركة مجموعة من الفرق من دول في إفريقيا. سعداء التواجد ديالنا اليوم في جهة الشرق في إطار مهرجانات الشباب، واليوم مهرجان موسيقى الشباب اللي كيصادف 21 يونيو اللي هو اليوم العالمي للموسيقى. بالتالي حنا سعداء بالتواجد ديالنا هنا مع جميع يعني المؤهلين في الإقصائيات الإقليمية والجهوية اللي كيمثلوا 12 جهة ديال المملكة المغربية. اليوم غنشوفوا شكون هو البطل الوطني ديال مهرجان موسيقى الشباب، الموسيقى اللي كتعتبر من الأنشطة الأساسية والهامة في أنشطة دور الشباب. وبالتالي ما يمكننا إننا نكونوا فرحانين وسعداء يعني بهذا النشاط وهذا المهرجان الكبير والهام اللي كتحتضنوا اليوم جهة الشرق، وتبارك الله على الناس ديال الشرق وجميع المنظمين والمشاركين. اليوم دور الشباب كتلعب واحد الدور هام في إطار الأنشطة الترفيهية والأنشطة الفنية، أنشطة تنمية القدرات ديال الشباب. وبالتالي اليوم كيتوج واحد المسار ديال سنة ديال الاشتغال في إطار أندية الموسيقى، وكاين أندية أخرى كالمسرح كالكوريغرافية كالفن كالرسم اللي كيتم التتويج ديالها كذلك مهرجانات أخرى اللي هي على المستوى الإقليمي الجهوي وكذلك على المستوى الوطني.